يعني يعني عموما الزميل العزيز والإعلام المسؤول تامر امين انزعج من اللي حصل وقال رايه. شيكابالا انا مش عاجبني اللي عمله شيكابالا ولازم مش هقول بقى حد يقعد معاه وحد يكلمه وحد يقول له يا شيكابالا ما... شيكابالا الكلام ده بنقوله من سنين طويله لما كان شيكابالا لسه صغير ومعندوش خبره وما لكن شيكابالا قرب يعتزل شيكابالا كابتن نادي الزمالك شيكابالا واحد من كبار كبات النادي الزمالك فما ينفعش لسه نقول له اصل لسه الخبره مش خبره ايه ما ينفعش الفيديو اللي احنا شفناه لشيكابالا مع بعض اللاعبين التانيين مع بعض الجماهير وهم بيحتفلوا بعد مباراه امبارح بالدوري وفي الفاظ وسباب تخص الاهلي وجماهير النادي الاهلي هتقولي يا تامر اوعى تتحمل على شيكابالا ما هو شيكابالا بيتشتم في فرق كبير ما بين اللي بيعمله الجمهور والفرق ما بين بيعمله النجوم اللعيبه هو انا دلوقتي لو في ماتش و الف في الاستاد بيشتموا ما بيشتموا ما بيشتموا الفرقه وبيشتموا اللعيبه وبيشتموا الحكام وبيشتموا ابو كل الناس هنطلع نقبض عليهم كلهم ب الف ادي طبيعه الكوره انه المجموع لا يحاسب او لا يؤخذ عليه إلا إذا كان الفعل فردي. الجماهير في إنجلترا، في الأرجنتين، في أسبانيا، في كل حتة بيشتموا. بيشتموا لعيبة ويشتموا الحكام ويشتموا المدربين وبيشتموا مجالس الإدارات وبينايروا الدنيا. بس خلاص شوية همهمة كده في المدرجات وهتافات المدرجات والموضوع بيخلص. لكن الشخصيات العامة والنجوم فعلهم محسوب عليهم. ما ينفعش أقول إن شيكاغو بيرد على الجمهور. ما ينفعش تامر يرد على الجمهور انا لو الناس شتمتني ما ينفعش ارد عليهم هتقولي لي يعني تشتم وتسكت اه هتشتم واسكت ويا ما حصلت مش انا بس كتير من الفنانين وكتير من النجوم وكتير من الرياضيين وكتير من الاعلاميين اتشتموا سواء في الشارع ولا في على التلفزيون ولا على السوشيال ميديا ونسكت لان الشخصيه العامه الاساس فيها المسؤوليه والالتزام انا ملتزم ومسؤول اتشتم ما ردش لو اعرف اخد حقي بالقانون اخده لكن ما ينفعش يا شيكابالا يبقى احتفالك امبارح بالدوري ان انت واقف تغني وانا طبعا مش هينفع ازيع الفيديو لحضراتكم لان يعني الفيديو كله الفاظ خارجه ونابيه يعني ما ينفعش يبقى ده احتفالك طب قبل كده كنا بنقول شيكابالا مضغوط وشيكابالا اصله خسر البطوله دي وخرج من البطوله دي فمش عارف ايه طب انت امبارح ايه ضغطك يا شيكابالا انت امبارح فرحان بالدوري اللي كان غايب عن ميد عقبه ونادي الزمالك بقاله ست سنين وده زي ما بقول جيتو بدمكم وبروحكم وبادائكم وبعزيمتكم واصراركم وتستحقوا الدوري. ما تفرح يا اخي وتغني وتتنطط وتربع صواريخ في, في الهواء زي ما انت عايز واقعد غني لفرقتك زي ما انت عايز والامجاد نادي الزمالك والقلعه البيضاء والفن والهندسه زي ما انت عاوز ليه دايما فرحتك مرتبطه ب تجاوز في حق الاخرين لا يا شيكابالا وانا بقول اهو في قمه الفرحه بتاعه نادي الزمالك واللي انا بطالب بالوقوف وعقاب شيكابالا عليه مش اتحاد الكوره لا انا عايز جمهور الزمالك نفسه ومجلس دار نادي الزمالك الحالي هو اللي يجيب شيكابالا ويعاقبه يعني هو اتفق معانا في كل كلمه قلناها واحنا بنتفق معاه في كل كلمه قالها بطريقه ثانيه بس بنفس المعنى م. يعني هو ليه 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 الربط بين لازم احتفالك يبقى فيه اساءة للنادي الاهلي؟ ايه الفكرة في الموضوع؟ ولإمتى؟ ايوه و هو لإمتى؟ اه لإمتى كل الحاجات دي تعدي؟ أسهل حاجة هيتقال الصومالك وكتابة بيعمل احتقان. أسهل حاجة. الاتهام آه كل لما تشاور على لما تيجي تشاور على آه كارثة إيه؟ أخلاقية زي دي يبقى ده البرنامج لما كل السوشيال ميديا وكل الوسائط الاعلاميه زي ما الزميل تامر امين قال لك انا مش هذيع الفيديو لانه فعلا ما ينفعش يتذاع في اي قناه مسؤوله لكن كل الناس شافته هل اتحاد الكره شافه هل لسه في حرص على الانضباط والسلوكيات والاحترام هل الجمهور اللي احنا بنطالبه المتسرب من اتحاد الكره دلوقتي ارجو الله يكون صحيح ان قالوا ما ما فيش حاجه مؤكده <applause> طيب هل هل فعلا كل ده الناس شافته الاتحاد يسكت عليه نقلا عن على لجنه الانضباط عشان ما فيش بقى... لجنه انضباط آه. اصلا اللجنه تم حلها من فتره طيب يبقى في هو آه ما فيش حد آه لكنه في حتى الزميل زغلول صيام وهو زميل صحفي محترم وكان المنسق الاعلامي للمنتخب الاولمبي في طوكيو كتب زغلول صيام على صفحته الذي يتردد ان مصدر مسؤول آه. داخل الاتحاد بيتكلم على انه لماذا لا يناقش من منظور الانضباط بلاش لجنه الانضباط قال لك والله لازم تجي لنا شكوى بص اللي بيقول كده ده بيقول ان الاتحاد سكت لكن الاتحاد لا يجب انه يسكت ما دام الاتحاد ما اصدرش دلوقتي. حاجه رسميا على لسانه وقال ان انا ما عنديش يبقى الاتحاد ما قالش اي حد هيصدر مصدر مسؤول في الاتحاد قال يبقى ده حد هدفه يلم الموضوع الموضوع بالشكل اللي الاستاذ تامر امين بيتكلم فيه ده مغرق السوشيال ميديا الجمهور اللي انتوا بتطلبوه بالالتزام والانضباط والاحترام ما ينفعش يتصدر له مشهد زي كده في شتايم بالالفاظ دي متكرر ضد النادي الاهلي لا ليه استاذ ابراهيم هو انت كل ما تكسب ماتش يعني هو قبل كده امام عاشور لما في اوضه اللبس يقول لك انتوا صورتوه ليه يا اخي يروح واخد عارف يقول لك هو يقولك اللي صور نفسه ونزلها يعني على صمحات. يعني في 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 نكت كده يقولك لك ما تغيرش الموضوع اه يعني تسيب الحدث وتقول هو اللي صور نفسه كمان مش انت اللي صورته انت مش فاهم قصدي انت بتتكلم على التصوير ولا بتتكلم على الواقعه؟ <تشيب> يعني الواقعه حصلت فما بالك ان هو يشتم ويصور نفسه ويحطها على صفحاته ويحتفل بيها الصفحات هي اللي بتحتفل بده للاسف ويرفع عنه العقوبه بس هو مسألة متكرره كتب فراحة. الزميل زغلول صيام على صفحته بيقول مبروك للزمالك الدوري يستحق عن جداره وفي نفس الوقت أرفض الخروج عن النص في الاحتفالات ولا يجب أن يدافع أحد عن خطأ لم تخلق الرياضة للتعصب شيكابالا لم ينضج بعد أعتز بزملكاويتي ولكن ضد الإساءة أرجو عدم التبرير أهم جملة صيام أهم جملة أهو إيه. ده راجل زي ما لسه بقول لك إيه أه وأعرف ناس كتيرة مش عارف الأوضاع دي أو أو كده. أه اه كده أرجو عدم التبريد ما تقوليش أصل مش عارف إيه، ما أصل يعني 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 امبارح لا الأهلي طرف ولا حد شتمك ولا في جمهور عشان تبقى بترد عليه. إنما هنقعد بقى كل ما يحصل حاجة أصل كانوا قالوا ويروح مدخلها لك في سياق العنصرية وسياق مش حقوق الإنسان وسياق يا إخوانا ما ينفعش كده، ما أنت لما هتروح ناحية الجمهور مش هتخلص. مش هتخلص، ولما تيجي تنصح انت الجمهور بقى هتقول له ايه؟ م. يعني انا دلوقتي راجل عايز اكلم الجماهير اقول لهم ما ينفعش وما يصحش. هقول لهم ايه؟ م. يعني حتى مش مدينا فرصه نسيطر على الاخطاء اللي صعب السيطره عليها ولكن برضه بنتصدى في كل موقف هنا. ونقول بلاش المكايده وبلاش التجاوز وبلاش التحفيل وبلاش وخلي المنتصر ارقى من انه يضايق المهزوم قلنا الكلام ده ولا ما قلناهوش؟ صحيح. واحنا منتصرين صحيح طيب ايه الحل؟ الحل ايه؟ لمواجهه كل هذه الظواهر المنفلته قبل قانون الرياضه الجديد اللي اتعدل او القانون الجديد اللي صدر قانون 71 ل 2017 كانت الناس بتتكلم على كل الظواهر الفوضويه اللي في الملاعب وازاي نقدر نواجهها وكله كان بيطالب المشرع بسن قوانين تواجه مثل هذه الظواهر طيب يا سيدي البلاوي السوداء اللي حاصله ديت عندك نص يواجهها القانون موجود القانون موجود على مكتب سياده الوزير وتقريبا ممكن يكون هو حافظه واتحاد الكره عنده من اللوائح ما يكفي لكن يا ساده الوزير يا ساده في اتحاد الكوره يا حماة الاخلاق يا اللي بتلوموا الجمهور على اي انفلات ايه رايكم في النص اللي موجود عندكم في القانون في ماده العقوبات الماده 84 من قانون الرياضه يعاقب بل... وبرده ده للاعيبه المنفلته الناس اللي بت... اللي بتستسهل التجاوزات والخروجات اللي انتوا شفتوها لو لاقي حد يردحها بالقانون اللي انا لكم كل الملاعب هتنضبط جمهور الاهلي مش هيشتم ولا شيكابالا هيشتم ولا حد يخرج عن النص لو فعلا نفذنا القانون لو واجهنا كل هذه الفوضى بالنصوص اللي قدامكم النص بيقول في الماده 84 من قانون الرياضه يعاقب بالحبس مده لا تقل عن سنه وبغرامه لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن 3000 جنيه او باحدى هاتين العقوبتين مين اللي يتعاقب بده؟ مين اللي يتحبس؟ كل من سب أو قذف أو أهانة بالقول أو الصياح أو الإشارة شخصا طبيعيا أو اعتباريا أو حض على الكراهية أو التمييز العنصري بأي وسيلة من وسائل الجهر والعلانية أثناء النشاط الرياضي أو بمناسبته عشان ما حدش يقول لي الماتش كان خلص بمناسبته وتضاعف العقوبة إذا وقعت الأفعال السابقة على إحدى الجهات أو الهيئات المشاركة في تأمين النشاط الرياضي أو أحد العاملين به، حد يتجاوز في حق الأمن اللي بيشرف على المباريات، بحق المنظمين للمباريات، العقوبة تبقى مضاعفة، هو ده اللي إحنا بنقوله. عندك جمهور يهتف ويخرج عقبه واحبسه. هو يطلع جمهور أهلي، يطلع جمهور زمالك، يطلع أي جمهور، ما بيخرج عن النص. ما دام بيخالف القانون. اللي المفروض الناس كلها تحترمه وتعرف فعلا ان في قانون ناجز ويقدر يحبس مشجع متجاوز او متنمر او بيمارس عنصريه محدش هيدافع عن خطا لكن كمان لما يبقى عندك لعيب بيرقص مع زمايله ويتفاخر انه بيسب وبيلعن وبيتطاول في حق النادي الاهلي اقول لك في قانون في قانون يجب ان هو يواجه كل ده يا باشمهندس اه هو المشكله دي لماذا سنه القوانين اه لتطبق ولا عشان يتقال عندنا قوانين؟ مه. عشان تطبق. لكن ودائما ونحن نتحدث في الرياضه تحديدا يقول لك اصل اللوائح عايزه تتغير، يا عم طبق اللي عندك، انت ما بتطبقش هو ]ش. اللي بيقول عايزه تتغير هو ما يعرفش ايه الموجود. ما هو, هو ما, ما بيعرفوش أه؟ هو هو عايز ايه عذر ايوه بالظبط يتكلم فيه يهرب آه لكن هو ده اوضاع ايه دي؟ مم. رياضه ايه دي اللي هنعيشها بالطريقه دي على طول؟ هو هو الكلام ده احنا يعني صعب انك انت اه يعني تجاوب وتتفاعل وتخش في الديلمه دي دي اسهل حاجه لكن الصعب اللي احنا بنعمله ان احنا نطالب الناس المستاءه بالانضباط صعب انك تقول لابنك اللي ابن جاره جارك, جارك بيشتمه ما تردش عليه في طرق اخرى هنجيب حقك بيها ما تردش عليه لكن المشكلة إنك لازم يكون الطرق الأخرى دي تبتدي تلجأ لها وتجيب نتيجة هو ده الرقي إنك أنت عايز 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 تدي قوة اللجوء إلى القانون طبقه لما طبقتوش لما،, لما أو لا لما تيجي تلجأ له لا تجد إجابات الناس حق... قد تصل الى لحظه تبتدي تاخد حقها بدراعها وده اخطر لحظه ودي اسوا لحظه اللحظه التي نربا بها عن الوسط الرياضي كلنا وانه لازم نقاومها كلنا بس احلى شكل من اشكال المقاومه او انك تقضي على الظاهره دي انك تجيب الحقوق بالطرق السليمه الشرعيه ودي ربما مناسبة لجمهورنا جمهور الأهلي في كل مكان أحيانا مثل هذه التصرفات بتضغط عليكم وأحيانا بنلاقي خروجات وأحيانا بنلاقي ألفاظ ده لا يليق لازم فعلا فاكرين لما احنا قلنا كان حد الأستاذ أحمد الشمراني الكاتب السعودي أن تكون أهلاوي فعليك مسؤولية أيوة ده طبعا ده جمهور الأهلي يا جماعة ده جمهور النادي الاهلي النادي الاهلي ما بقاش بالقيمه والمكانه دي الا لانه طول عمره منضبط يرعى السلوك الرياضي المحترم ويحافظ على علاقاته والتزاماته ده النادي الاهلي ده النادي الاهلي زي ما لقيتوه والمهندس عادل قال لكم كذا مره حبوا الاهلي زي ما لقيتوه انتوا مش هتغيروه حبوه زي ما لقيتوه لو غيرتوه ده خطر مش كويس طبعا حبوه زي ما شفتوه نادي محترم يرعى السلوك الرياضي المحترم يحافظ على علاقته مع كل الناس يعرف يجيب حقه جدا وبقوة يعرف يستفيد من عثراته يعرف ينطلق يعرف يسعد جمهوره ما فيش جمهور في العالم في العالم نديم دلعه زي الاهلي دلعه قد الاهلي أيوه. <applause> اللي عنده يقول لي خزائن بطولات الاهلي ما شاء الله النادي الاهلي اللي الناس بتتكلم على انه فقد الدوري النادي الاهلي اكثر انديه العالم الكره الارضيه حصولا على بطولات في كره القدم النادي الاهلي بيطارد ويلاحق ريال مدريد على لقب البطولات القاريه والعالميه يقول لك الاهلي بطل على مين لا بطل على بطل ابطال افريقيا ايه اللي بطل على مين النادي الاهلي لما اخذ دوري ابطال افريقيا خد البطوله من كل الابطال اللي سبق ليهم رفع الكاس ده النادي الاهلي والمقارنه الغريبه جدا انك تسمع فجاه هو اقوى الدوري المصري ولا دوري افريقيا لا لا ما دي المضحكات المبكية دي بقى يعني حاجات ان كل بطوله تكسبها تطلع اهم بطوله في الدنيا يعني هي هي نفس البطوله أوه. اللي انت كنت بتسفيها لسه لما أوه. بتخسرها هنا المصداقيه وهنا بقى في جزء من الجمهور أوه. مش من الاعلاميين اه ابتدوا يقول لهم يا جماعه انتوا 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 هتحرجونا انتوا ابتديتوا تحرجونا بالكلام لان الكلام مش جاي من الجمهور ده كلام صناعه البهوات اللي عماله تصدر التشكيك في بطولات الاهلي والاشاعات والمكايده وبقى الهم كله والله كلها خط واحد ان اكتسب شعبيه من خلال ان الناس تقول لك يا كيدهم يا فارسهم ادي كل القيمه كاس العالم في المكايده مع ان المكايده دي سهله جدا جدا جدا, جداً صغير كمان يعني جدا اه لو حد حط المكايده في دماغه والله هتخسر مش هيخسر ايوه المكايد <تصفيق> 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 لو دخلت لي في السكه دي <applause> <applause> ما هتكيدني مره هقعد لك 10 احنا مش عايزين كده بالظبط الرياضه الرياضه اسعد حاجه في الرياضه انك وانت فرحان تاخد في حضنك <applause> الذي لم يدركه التوفيق صحيح تشعر بقيمتك صحيح وهو يشعر انه مش مقهور قوي صحيح انه عمل اللي عليه هو حتى عباره ابتسامه المهزوم تنسي الفائز حلاوه الفوز هي دي انا لما الاقيك مقهور قوي بحس ان انا عملت حاجه كبيره لكن لما احس ان الامر عادي طيب. هو عادي انت ابتسامه المهزوم اه طب تواضع الفائز بقى. لا رقي الفائز آه يعمل ايه في المهزوم تواضعه ي... يخجله ويخليه حتى سنه ال... 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 الغيره او المشاعر السلبيه لا تخف ويقول لك هارد لك من قلبه فزي او آه يقول لك, لك من قلبه زي ما بندين ونرفض وننتظر قرارات حقيقيه لمواجهه ما صدر من احتفالات لاعيبه الزمالك لازم نعيد ونزيد ونجدد ونشدد على جمهورنا سواء في السوشيال ميديا أو في أي مناسبة وفي أي تجمع، ما ينفعش جمهور الآلي يسمح لأي عناصر تندس جواه تخرج عن النص. أقول لك حاجة أو يصدر عنه اسم أو هتاف خاطئ. أذكرك بشيء. آه. عشان إحنا يا جماعة والله مش مش مش, مش كل المسألة بالنسبة لنا إنه يتعاقب. م. إحنا عايزين يبقى في تصدي لمثل هذه الظواهر السلبية. وإنه الاحترام يبقى موجود. وإن ال 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 مفيش حد كبير آه. على تطبيق اللوائح أيوة. طب انت لو سالتني انا ارجعك فاكر انت الخلاف اللي بين الكابتن شيكابالا والكابتن حسن كابتن حسن شحاته شحاته اه طب لما جيت كلمتك الصبح وقلت لك وانا بتابع الاذاعه اه لقيت الكابتن حسن شحاته واخد قرار بايقاف كابتن شيكابالا وروح قلت لك ايه انا كده هخاف كده هقلق صح ايوه فاكر ايوه ايوه قلت لي ليه كده قلت هيمشي صح؟, صح صح, صح. وبعدين جيت الظهر رحت مكلمه قلت لك دخل الحمد لله كما كنت تم الغاء القرار هو القرار ده كان هيبقى لصالح مين لصالح الزمالك الجهه مش الاهلي او زمالك لصالح الجهه اللي بتاخد القرار اللي بتاخد القرار يعني هتعمل الصح اللي هتعمل انضباط اللي تظبط بيه حاجات كتيره بعديها بالظبط انا هنا اللي مش مش بالنظر على بعض بس انا بقول لك لا اخشى من منافسي الا لو اخذ بالاسباب الصحيحه <applause> ابتدى هيمشي صح يا اخوانا هيقدر ينافس بقدرته وبثباته لكن ان احنا طب احنا احنا عمالين نقول النادي الاهلي حبوزه ما لقيتوه ليه لان في كل مره بنمشي صح بنكافئ ربنا بيكرمنا انا دي المعيار انا لما بمشي صح حتى لو يبان في لحظتها ان انا باخد مخاطره بكافئ وبكسب وبكسب جيل اكثر انضباطا من اللي قبليه صحيح هو ده الاهلي وده اللي احنا عايزينه ملناش دعوه بغيرنا بيعمل ايه احنا هنستمر على كده